السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا في مجال القانون وخاصة النظام القانوني للتاجر، وسنعرض في حصتنا هذه موضوع تحت عنوان نظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يتعلق بالأساس على فرض الضريبة على الدخول المهنية. أعيد، موضوع تحت عنوان نظام النتيجة الصافية الحقيقية دي هو كيدخل في أساس فرض ضريبة على الدخول المهنية، واللي كنعتبروها هو كيدخل في النظام القانوني للتاجر. ويحدد أساس فرض الضريبة على الدخول المهنية وفق مجموعة من الأنظمة حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 32 التي جاء فيها يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في المواد 33 إلى 37، وفي مادة 161 أثناء غير أنه في إمكان الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بصفة فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا وفق الشروط المنصوص عليها بالتتابع في المادتين 43 و 44 والخضوع للضريبة على الدخل وفق إحدى الأنظمة الثلاث، نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي أو نظام المقاول الذاتي المشار في المواد 30 و 40 و 42. نعم، وعلى ذلك يحدد الدخل المهني بناء على نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي أو نظام المقاول الذاتي. ونظام النتيجة الصافية الحقيقية يعتبر نظام النتيجة الصافية الحقيقية لقاعدة أو القاعدة العامة في تحديد الدخل المهني، في حين أن اختيار باقي الأنظمة يعتبر هو الاستثناء ويبرره مستوى رقم المعاملات ونوعية بعض المهن. ويشترط في هذا النظام أن تختم السنة المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة، بمعنى تطابق السنة المحاسبية مع السنة المدنية. أيضا نتكلم بأن تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية باعتبار ما زاد من الحاصلات أو العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروض عليه الضريبة تطبيقا للتشريع والتنظيم المحاسبي الجاري للعمل. وإذا كانت النتيجة الصافية الحقيقة تقوم على أساس خصم التكاليف من العائدات، فإن هناك تكاليف تقبل أو تقبل هذا الخصم وأخرى غير قابلة للخصم إما كلا أو بعضا. وفي سبيل تشجيع الملزمين الخاضعين للضريبة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على مسك محاسبة منتظمة، فقد نصت المادة 111 على 38 من المدونة العامة للضرائب على أنه يستفيد الخاضعون للضريبة الذين ينخرطون في مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة الخاضعة للقانون رقم 90 و 5790 من تخليص أو تخفيض من أساس الضريبة نسبة 15%. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، وبطبيعة الحال أعيد أهم العناصر التي تطرقتها في حصتنا
هذه التي كانت تحت عنوان نظام النتيجة الصافية حقيقية، وقلنا وهي تدخل في أساس فرض ضريبة على الدخول المهنية تحت طائلة النظام القانوني للتاجر، وقلنا أنه يحدد الدخل المهني بناء على نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي أو نظام المقاول الذاتي، وكان موضوعنا على الدخل المهني في النظام الأول كما قلنا هو نظام النتيجة الصافية الحقيقية، على أن نرى الأنظمة الثلاثة باقية في حصص مقبلة. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ولإعادة الحصة أو متابعتها يمكن الرجوع إلى قناة يوتيوب جعفر تخزي. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.